اول حاجه يا باشمهندس، تعالى مع بعض نبدا نتكلم ونبدا نراجع بس على شويه ايكويشنز بسيطه جدا في شابتر 7. باشمهندس انا في شابتر 7 كل اللي انا بدات اتكلم عليه المره اللي فاتت انا قعدت اتكلم عن اللوسز ودخلنا فيها كتير جدا. طب باشمهندس بما اننا دخلنا فيها كتير، هو الميجر لوسز يا باشمهندس اللي هي الاتش لوسز نتيجه الميجر اللي هي نتيجه الفريكشن ولا نتيجه اللوكال؟ فريكشن صح؟ ميجر تبقى فريكشن، اللوكال لوسز هي الماينور لوسز. كانت بتساوي ايه يا باشمهندس؟ 8 في الاف في ال في الكيو ايه سكوير على ايه الباي سكوير في الجي في الدي باور ايه 5. ما تروحش المعمل وانت مش مذاكر شابتر 7. حلو الكلمتين دول؟ ما تروحش يوم السبت وانت مش مذاكر شابتر 7. مش لازم تحل بالارقام، مش عايزك تحل، بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها ميجر لوسز. لما يجي يسالك هي نتيجه ايه ما تقولوش ما اعرفش، تقول له نتيجه الفريكشن. لما يجي يقول لك ارسم لي التوتال انرجي لاين هيدروليك جريدينت لاين بتوين تو تانكس، ما تقولوش ما اعرفش. لما يجي يحط لك بامب هنا يقول لك ايه اللي هيحصل في الهيدروليك جريدينت لاين او التوتال انرجي لاين، ما تقولوش ما اعرفش. الحاجات دي اللي بيسال فيها بيحبوا قوي جزء الهيدروليك جريدينت لاين والتوتال انرجي لاين، وبيحبوا شابتر 7 لان هو ده الابلكيشنز على كل اللي انا اديته لك. طيب باشمهندس، هي الماينور لوسز اختصرناها في ايه؟ اختصرناها ان الاتش لوسز كانت بتساوي ايه؟ الكي في الايه؟ في البي سكوير على ال 2 جي. والله يا باشمهندس الكي دي سؤال ليك، بتعتمد على ايه؟ على حسب اللوكال لوسز بتاعتي فيها ايه؟ عندك كوع او قلبه ولا عندك مثلا سادن كونتراكشن ولا سادن انلارجمنت ولا ايه؟ فالكي دي يا باشمهندس بتعتمد والله على حسب النقطه دي حصل لها لوسز نتيجه ايه؟ بس كده. طيب باشمهندس عرفنا الميجر لوسز وعرفنا الماينور لوسز، وانت طبعا بتعرف تطبق برنولي بتوين تو بوينتس. بعد كده رحت دخلت لك المره اللي فاتت قلت لك لو انا عندي بايب بالشكل ده، البايب دي ان سيريوس يعني بالتوالي كده، ودخل فيها كيو، وعندك هنا بايب واحد وبايب اتنين وبايب تلاتة، ايه العلاقة ما بين الكيو يا باشمهندس؟ الكيو توتال بتساوي ايه؟ كيو واحد زائد بتساوي كيو اتنين بتساوي كيو تلاتة. باشمهندس الاتش لوسز ايه دنيتها؟ قال لك الاتش لوسز التوتال بتساوي الاتش لوسز عند البايب الاوانية زائد الاتش لوسز عند البايب التانية زائد الاتش لوسز عند البايب الايه؟ التالتة. الكلام ده لو السيريس بتاعتي ان سيريس يعني بالتوالي. طيب باشمهندس لو هي بالتوازي بالشكل ده، عندي بايب واتفرعت عندي لتو بايبس كده، وانا عايز ادرس ما بين النقطة A وما بين نقطة B هنا مثلا، ساعتها يا باشمهندس الكيو توتال بتساوي ايه؟ بتساوي كيو واحد زائد كيو اتنين. باشمهندس الاتش لوسز بتساوي اتش لوسز واحد بتساوي اتش لوسز اتنين. يبقى يا باشمهندس ايا كان عدد البايبس جوه، لو هي امبرل يبقى الهيد لوسز هنا بيساوي هنا بيساوي هنا بيساوي هنا. الهيد لوسز بيعتمد على ايه؟ سؤال. الهيد لوسز نتيجة الفريكشن بيعتمد على ايه؟ باشمهندس ما الايكويشن اهي. والله على حسب نوع البايب، لان نوع البايب هيسمع في الاف. انت فاهم الاف دي بتاعت ايه؟ الفريكشن فاكتور نتيجه نوع البايب. طب حلو، بتعتمد على اللينس بتاعك، بتعتمد على الكيو اللي داخله، بتعتمد على الدايمتر بس. يبقى عرفنا مع بعض يا باشمهندس ان الميجر لوسز بتعتمد على ايه. خلي بالك جدا 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 من الاسئله اللي انا بقولها دي عشان يوم السبت. طيب باشمهندس تعالى بقى مع بعض نخش في اكزامبل 9، وده انت برضه هتعرف تحله، بس هو في فكره ان سيريس وان بارل بس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي تو ريزرفوار، تو ريزرفوار ار كونكتد باي 600 متر لونج، يعني بايب عندي 600 متر، وقال لك الديامتر بتاعها، يبقى انا عرفت ان ال هنا بتساوي 600 والديامتر بتاعها بيساوي 30 سنتي. مهم قوي تبقى فاهم، لان هو في السؤال ما بيرسملكش حاجه، بيديك السؤال وخلاص. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك البايب بتاعتك دي الاف بتاعتها بتساوي 0.03. قال لك ذا فلو بريديوس، قال لك الفلو اللي نتج نتيجه فرق الهدات دي كانت الكيو بتاعتي ب 170 لتر بير سكند. ماشي. قال لك بقى ايه؟ قال لك كل الكلام ده ما عندكش فيه مشكله، صح؟ هو مديك كل حاجه، مديك كيو ومديك ديامتر واف وال، هل مديك اتش؟ اديك عرفت ان في مجهول، نكمل. قال لك اف ا نيو بايب، لو في بايب جديده 200 متر، البايب الجديده دي 200 متر و30 سم ديامتر والاف بتاعتها ب 0.02. قال لك از ليد بارل تو ان ايكوال لينس، يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك لو انا جبت بايب
البايب ديت كانت 200 متر اتحطت بارل مع البايب اللي موجوده. يعني دي البايب الجديده، ركز بقى معايا، دي البايب الجديده اللينس بتاعها قد ايه؟ 200 متر، والاف بتاعتها مديها لك ب 0.02، والديامتر بتاعك مديها لك ب 0.03 اللي هي 30 سنتي. ماشي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لما انت جيت حطيت البايب دي النيو ديستشارج بكام؟ ما هو كان في ديستشارج قديم اسمه كيو ب 170 لتر. لما انا جيت زودت بايب في السيستم، بالنسبه لك الكيو هتزيد ولا هتقل الاول؟ ها تاني، لو انا دلوقتي الكيو بتاعتي 170 لتر بير سكند، دي القديمه، وجيت انا حطيت بايب جديده بالتوازي مع البايب القديمه، الكيو التوتال هتزيد ولا هتقل؟ ثابته زي ما هي. امال لو هي ثابته زي ما هي ليه بيقول لك جيت ذا نيو ديستشارج؟ اكيد في مساله، فاكيد مش هي هي. ما هو الفريكشن هنا ب 0.02 هنا ب 0.03. ايه الديامتر هنا ثابت ما بين دي وما بين دي. طب باشمهندس الهيد لوسز هنا الحته دي والحته دي زائد الحته دي، الحته دي بتساوي الحته دي بس، انما دي ودي لوحدهم. يعني انت مقسم البايب بتاعتك لحتتين لوحدهم وحته امبرمنت. طب ينفع بس يا باشمهندس الاول تروح تقول لي الاتش دي بكام؟ يعني انت لو جيت طبقت دلوقتي برنولي بتوين بوينت 1 وبوينت 2 تعرف تقول لي الاتش بكام؟ معاك كل حاجه. طب يلا الاتش، مش لازم بقى اقول لك ان البريشر هنا بزيرو واقول لك ان الفلوستي هنا بزيرو، لا خلاص، الهيد بتاع النقطه دي باتش بيساوي الهيد بتاع النقطه دي بزيرو، ده الديتم. طيب زائد الفلوستي هنا البريشر هنا يبقى ناقص مين؟ الهيد لوسز. قال لك يا باشا نجلكت الماينور لوسز، يبقى ناقص لي مين؟ نتيجه الفريكشن. طب نتيجه الفريكشن في الحاله القديمه اللي انا كان عندي بايب واحده بيساوي ايه؟ والله بيساوي يا باشمهندس 8 في الاف في ال في الكيو سكوير على ده 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 اهي، 8 في الاف بكام؟ 0.03 في ال بكام؟ 600 على الباي سكوير عادي، الجي عاديه، الديامتر ب 0.3 باور 5، كل الكلام ده في الكيو سكوير. اسيبها كده؟ اوعى تبقى 0.17 كل الكلام ده سكوير. تعرف يا باشمهندس تجيب الاتش؟ بسيطه وسهله، جبنا الاتش طلعت ب 17.7 متر. دي في الحاله الاولد، الحاله القديمه. والله يا باشمهندس الاتش ثابته، عشان كده بدات اجيبها في الاول عشان ابدا استخدمها بعد كده. في مشكله؟ خلاص. طب ايه رايك ما نجيب ريليشن بتوين الكيو اللي داخله هنا والكيو اللي داخله هنا؟ مش انت عارف في الحاله الجديده بقى، ركز معايا، ان انا دلوقتي كان عندي بايب ورميت عليها بايب كمان طولها 200، مش انت عارف ان الكيو توتال اللي انت محتاجها بتساوي الكيو 1 زائد الكيو 2، لان دي حاله امبرل، يعني لو دي قلنا 1 ودي قلنا 2 مثلا. في مشكله؟ خلي الايكويشن دي على جنب. طب مش انت عارف ان الهيد لوسز في الحته الاولانيه بيساوي الهيد لوسز في الحته الثانيه نتيجه الفريكشن؟ طب يلا بينا، هنقول دلوقتي ان الهيد لوسز 1 بيساوي الهيد لوسز 2، باشا 8، الاف بكام؟ في الحاله الاولانيه يعني اللي هي الكبيره ب 0.03 اهي، في ال ال لا انت بتلعب على ال 200 بس يا باشا، وبتلعب على ال 200 بس، ما تجيش تقول لي 600 بقى. ما احنا بنلعب يا جماعه الحته دي مع الحته دي مع الحته دي مع الحته دي، تمام؟ يبقى ال ال بكام؟ ب 200. كل الكلام ده في الكيو 1 سكوير، صح ولا مش صح؟ على الباي سكوير في الجي في الديامتر 0.35. كل الكلام ده يا باشمهندس لما نيجي نسويه هنسويه ب 8 في 0.02 في نفس اللينس كده كده في الكيو 2 سكوير على ايه؟ قال لك على الباي سكوير في الجي في ال 0.35. هتلاقي كل ده راح مع مين؟ كل ده وده مع ده مع ده مع ده، اتبقى 0.03 0.02 كيو 1 سكوير كيو 2 سكوير. تعرف تجيب ريليشن بتوين الكيو 1 والكيو 2؟ سهله صح؟ هتقول والله انا هجيب ريليشن بتوين الكيو 1 والكيو 2. لما جينا جبناها طلعت بكام؟ قال لك والله مش مكتوبه. ماشي، قال لك والله انا هجيب دلوقتي ريليشن بتوين بوينت 1 وبوينت 2 اهي اهي 0.817. الكيو 1 بتساوي 0.817 كيو 2،
طب مش انت عارف ان الكيو توتال بتساوي الكيو واحد زائد الكيو اتنين؟ طيب باشمهندس، مش تعرف من هنا يا باشمهندس تقول الاتي، تقول ان انا عندي الكيو توتال بتاعتك بتساوي الكيو واحد اللي هي 0.817 كيو اتنين زائد كيو اتنين، ومن هنا تقول والله ان الكيو اتنين لما جيت جبتها طلعت بتساوي 0.55 كيو. بروز انا دلوقتي يا جماعه عندي معادله هنا وعندي معادله هنا، بس عندي كم مجهول؟ لا ثلاثه، كيو واحد وكيو اتنين وكيو توتال. قال لك طيب انا جبت ريليشن بتوين كيو اتنين وما بين الكيو توتال، تعرف بقى تروح مطبق برنولي ما بين نقطه واحد ونقطه اتنين؟ لا يا جماعه ال 170 دي القديمه، هو عاوز الجديده. يعني في الحاله القديمه ممكن استخدم ال 170 عندي استخدمتها اهي، الحاله الجديده كانك مش شايف ال 170 لان هو بيقول لك هات لي نيو ديستشارج. فاهم حاجه؟ لا، اللي يخليها تتحط بالفريكشن دوت بالاف دي وتوصل لي لنفس الهيد ده، الهيد القديم، فانا مثبت الهيد. طب الكيو الجديده اجيبها ازاي؟ والله يا باشمهندس انا عندي برنولي بتوين بوينت 1 وبوينت 2، هقول بقى على طول ان 17.7 بتساوي ايه بقى؟ قول لي انت. هي هتساوي اتش لوسز. الكيو هتبقى مجهول في البايب الكبيره وهتبقى مجهول في البايب الصغيره. قال لك طيب، طب ما تيجي نطبق. والله انا عندي 8 في الاف ب 0.03 ال ولا 400، لان انت عندك ال 600 دي لوحدها بكيو لوحدها وال 400 دي لوحدها بكيو لوحدها، مش هنا كيو واحد وهنا كيو توتال، صح ولا مش صح؟ فلازم تقسمها حتتين، حته عند ال 200 وحته عند ال 400. هلعب على ال 400 اهو، هقسم على الباي سكوير في الجي في الديامتر 0.3 اس 5. في كيو سكوير انهي كيو؟ واحد ولا اتنين ولا كيو توتال؟ توتال صح كده؟ يعني هكتبها كيو سكوير زائد 8 في انهي اف؟ 0.03 ولا 0.02؟ على حسب انت جايب ريليشن بتوين الكيو توتال وكيو مين؟ اتنين، فلازم استخدم انهي بايب؟ ال 0.02 في ال 200 على الباي سكوير في الجي في ال 0.3 اس 5 في انهي كيو؟ كيو 2 اللي هي بتساوي مين؟ 0.55 كيو، يعني هتضربها في 0.55 كيو. الكل ده ايه؟ سكوير. بالراحه هعيد الكلام وبالراحه عشان ما نظره دي مش حلوه، مش حلوه خالص وانا واقف هنا. هقول تاني باشمهندس، في الاول خالص بيقول لك ايه؟ انا عندي اولد سيستم، سيستم قديم بقاله 20 سنه شغال وانت بتاخد ميه، جه عدد السكان زاد، فقال لك والله عدد السكان زاد فانا عايز اظبط السيستم بتاعي، فلما جيت ظبطت السيستم بتاعي حطيت بايب ان بارلل عشان ازود الكيو. قال لك طيب في الحاله القديمه الكيو القديمه كانت بتطلع من التانك ده وتوصل للبني ادمين ب 170 لتر بير سكند، كان الفرق الهدات من نقطة واحد لنقطة اتنين جبناه ب 17.7. قال لك طيب الحالة الجديدة بعد ما السكان زادوا الكيو هتطلع بكام؟ لو أنا حطيت بايب ان بارلل طولها 200 متر. قال لك ساعتها يا باشمهندس أنت ما دام حطيت بايب ان بارلل فأنت عندك تو إيكويشنز مهمين، إن الهيد الكيو توتال بتساوي كيو واحد زائد كيو اتنين، والهيد لوسز هنا بيساوي الهيد لوسز إيه؟ هنا. ده اللي عملته يا باشمهندس، أهو أهو أهو. فجبت علاقة ما بين كيو واحد وكيو اتنين، عوضت بالكيو واحد دي هنا، جبت علاقة ما بين الكيو توتال وما بين الكيو اتنين. ليه؟ عشان لما اجي اطبق برنولي يبقى عندي مجهول واحد اعرف اجيبه اللي هو الكيو. حلو قوي حلو قوي، الله ينور عليك. باشمهندس مش انت عارف ان انا لما اجي اطبق الهيد لوسز هنا فالكيو بتاعتك الكيو توتال؟ طب لما اجي اطبق الهيد لوسز هنا كيو واحد او كيو اتنين على حسب الاتنين كده بيساووا بعض، على حسب بس الفريكشن ايه والكيو ايه. يعني ممكن يا جماعه انتوا تقولوا ان الفريكشن ب 0.03 في كيو واحد او الفريكشن ب 0.02 في كيو اتنين، صح مش صح؟ بس انا لقيت نفسي جايب علاقه بين الكيو اتنين والكيو، فروحت عملتها عند الثانيه اللي هي كيو 2.
جبنا الكيو طلعت ب 0.2 متر كيوب بير سكند. الحمد لله رب العالمين الناس هتشرب ميه نتيجه زياده عدد السكان، عدد السكان من 170 لتر ل 200 لتر بير سكند. بالله عليك يا اخي انت فهمت حاجه؟ والله العظيم ثلاثة، والله العظيم كده 400 كده 200 فهمت حاجه؟ فده زائد ده يا نهار اسوح. تاني كده 400 بالكيو توتال، كده 200 بكيو واحد او كيو اتنين بفريكشن واحد او فريكشن اتنين، لان الاتنين بيساووا بعض. لا ايوه ممكن، يعني انت هنا والله ممكن تجيب علاقه بين الكيو واحد والكيو توتال. اكيد لا طبعا، دي 0.55 تبقى الثانيه 0.45 لان المجموع بتاعهم بكيو. صح ولا مش صح؟ يا ساتر يا رب لعله خير. ها اهي 0.03 0.02 وديت دي هناك تحت الجذر طلعت الرقم ده. بس استنى نكمل السؤال بيقول ايه، لسه خلصناش. قال لك بقى طيب والله لما جيت جبت ال 0.2 متر بير سكند متر كيوب بير سكند، لقى ان السكان برضو في شويه اطفال لسه مولودين مش هيشربوا. ماشي معلش بقى هنعمل لهم ايه؟ قال لك اتس ريكوايرد تو دبل، هنزود الاوريجينال ديستشارج. يعني انت عايز الديستشارج الجديده تبقى بكام؟ على الاله 170 في 2 ب 340 اهي 340 دي كيو توتال. قال لك حلو احط بقى ساعتها بايب اللينس بتاعها بكام؟ لا في اتنين بايب، البايب الاولانيه موجوده واحط بايب امبرل بس عايز اللينس بتاعها. الكيو بقت معايا والمجهول ال، اعمل ايه برضو؟ ايوه اللي هو ايه يعني؟ اه نفس الحاجه دي. ايوه اللي هو ايه؟ ايه؟ هتعمل الحسابات دي كلها بس تعوض بكيو نايم اديها لك؟ طب صور صور عشان نحلها. طب بتروح ليه؟ ايه الشروط الثابته ثابته ليه؟ فهمني بقى ايه الشروط الثابته ثابته ليه؟ اه الاتش دي هتفضل ثابته اكيد، التانك مش هيتغير مكانه ولا البني ادمين هيغيروا مكانهم، هنا على الارض وهنا فوق. ركز معايا وفتح دماغك لان الموضوع بيكبر والله. انت فاكر ان لما كنت بقول لك ان الدنسيتي بتساوي المساحه على الفوليوم، احنا وصلنا لهنا، الموضوع كبر والله مننا. انت شايفه ايه؟ بس خلاص كده باشا باشا ركز بقى معايا، عينك ملهاش دعوه بده، ده سيستم قديم. السيستم الجديد بيقول لك ايه؟ ركز بقى، بيقول لك انا عندي بايب، البايب دي 600 مش هنغيرها، مش هنكسرها، احنا عايزين نزود على السيستم. فوالله هزود بايب ثانيه ان بارلل اهي، اللينس بتاعها بيساوي ال، فاللينس اللي هو الاسود ده هيبقى ايه؟ 600 ناقص ال. سبحان الله، ما هي 600 ناقص 200 هي 600 ناقص ال والله سبحان الله. قال لك يعني الحته دي من النقطه دي للنقطه دي والنقطه دي للنقطه دي هي 600 ناقص ال صح؟ قال لك حلو. قال لك باشمهندس انت معاك ان الكيو الحمد لله رب العالمين بتساوي 0.34 متر كيوب بير سكند. قال لك هات لي ال، اروح اعمل ايه؟ هتقول والله ان الكيو توتال كده كده بتساوي كيو 1 زائد كيو 2، وتقول دي اول ايكويشن اهي، ودي كيو 1 ودي كيو ايه؟ 2. قال لك طيب طبق برنولي. اطبقها ازاي؟ 17.7 صح؟ بيساوي الهيد لوسز. قول لي انت بقى الهيد لوسز واحده واحده، بالله عليك يا اخي لا تقولها لي، قول لي اعمل ايه؟ 8 في انهي فريكشن؟ في ال 0.03 ساعتها هضرب في انهي لينس يا بني ادم؟ 600 ناقص ال، الله اكبر عليك اهي، على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5، دي ب 0.3 حلو، في انهي كيو؟ كيو توتال اخر كلام اللي هي كيو يعني حلو، زائد 8 في الاف 0.02 تعوض ال بكام؟ ب ال، والكيو بكام؟ بكيو 2 اهي، يبقى 8 في 0.02 في ال
في الكيو 2 سكوير على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5. باشمهندس عندك ريليشن بتوين الكيو والكيو 2 وعندك ريليشن بتوين كيو 1 وكيو 2 وكيو توتال، مش ناقص لك ايكويشن ثانيه؟ اجيبها منين؟ الهيد لوسز هنا بيساوي الهيد لوسز هنا، الهيد لوسز هنا بيساوي الهيد لوسز هنا عند نفس ال ال، فال ال هتروح مع ال ال فهتجيب علاقه بين الكيو 1 والكيو 2 وتروح معوض هنا تجيب الكيو توتال. صح ام صح؟ طب انا عندي سؤال اهو يا باشا، 8 في 0.03 في انهي لينز؟ انت عارف انا بعمل ايه؟ انا بقول دلوقتي ان هيد لوس هنا بيساوي هيد لوس هنا، يبقى نفس ال في الكيو 1 على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5، الدايمتر ثابت صح؟ 8 في 0.02 في ال في الكيو 2 سكوير على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5. هتلاقي ان كل حاجه بتروح مع كل حاجه وهتطلع نفس العلاقه على فكره. صح؟ ان الكيو 1 بتساوي 0.817 كيو 2. في مشكله؟ معاك دلوقتي بقى ايه المجاهيل اللي معاك؟ انت معاك علاقه بين الكيو 1 والكيو 2 وهنا الكيو توتال ب 0.34، تعرف تعوض من هنا لهنا وتجيب الكيو 2 وتجيب الكيو 1؟ لا هتعرف، فكر فيها. ومن هنا يا باشمهندس تعوض هنا تجيب ال ال، صح ولا مش صح؟ هتطلع بكام؟ ب 564.2 متر. صور يا باشا، معلش هو سؤال رخم شويه بس ايه عشان تتعود. هو قال لك الاولد سيستم ريكوارد اوف، يعني دبل اوف اولد سيستم، ده السيستم القديم. ناس بتجرب تراي اند ايرور لقينا ان احنا لا لازم نحط اللينس ب 564. هنعمل ايه طيب؟ هي الدنيا كده يا ابني. باشمهندس فاكر الايكويشن القديمه اللي كانت هنا؟ مش مهم. بص يا باشمهندس اللي انا عايز اقوله لك، لو جات لك ايكويشن سكوير، لو جات لك ايكويشن سكوير فانت بيطلع لك المفروض كام ناتج؟ ناتجين، بتهمل واحد وبتاخد الثاني. طبعا لو سالب او موجب هتهمل السالب، تمام؟ في حالات ثانيه ممكن فيها يبقى الاثنين موجب وتبدا تفكر. في حالات تانية ممكن الكيو بتاعتك اللي طلعتها تبقى الاثنين موجب، واحدة مثلا بو بوينت واحد، يعني لما جبت هنا الكيو مثلا الكيو واحد مثلا دي انت عايز تجيبها، واحدة مثلا طلعت بو بوينت واحد، واحدة مثلا طلعت بو بوينت تلاتة مثلا، وانت عندك ان الكيو توتال بو بوينت واحد سبعة، هتاخد مين؟ الاو بوينت تلاتة؟ دي كيو واحد. لا مؤاخذة هتاخد اكيد ده صح، لان ده زائد كيو 2 بيساوي 0.17 تمام. البرفوريتد بايبس، ركز بقى ركز بقى في الحته دي، ركز معايا عشان انتوا ما بتحبوش اي دي اكس او اي انتجريشن بتكرهوها، وانا والله ركز بقى. بيقول لك يا باشمهندس تعالى مع بعض نتكلم عن حاجه اسمها البرفوريتد بايبس. ايه الفكره؟ بايب متخرمه بس. عارف الفكره في ايه؟ الفكره ان في كيو ان داخل وفي كيو اوت، الكيو اوت ده يا باشمهندس اكيد اقل من الكيو ان، فقال لك طول ما انت ماشي انت قاعد عمال تصرف ميه. دي بيستخدموها فين؟ في الزراعه. واحد، فين تاني؟ في الصرف برضو. يعني ايه؟ يعني اخد ميه وحشه وابدا اوزعها على مساحه كبيره جدا، فابدا اعمل بايب برفوريتد. قال لك تبدا تطلع واحده واحده. بيستخدموها كمان في الجراوند ووتر. لو انت عندك عارفين الجراوند ووتر؟ المياه الجوفيه، تمام؟ عندنا مياه جوفيه بسطح معين، تمام؟ قال لك لو انت عاوز تقلل السطح بتاع المياه الجوفيه دي عشان تعمل تنميه للمنطقه دي بتستخدم برفوريتد بايبس، تبدا تسحب من المياه الجوفيه وتبدا توزع على مساحه كبيره، فقال لك التوزيع دوت بيبدا يقلل في السلوب او بيبدا يقلل في الجراوند ووتر ليفل. تمام؟ انت مش فارق معاك بتستخدم في ايه؟ فارق معاك ايكويشن، صح؟ اهي الايكويشنز يا باشا. قال لك يا باشمهندس بص، انا مدخل لي كيو ان وطالع كيو اوت. قال لك انت عاوز ايه؟ قال لك والله انا عاوز دلوقتي لما اجي عند سيكشن معين اعرف الكيو عنده بكام واعرف الهيد لوسز بتاعته بكام. قال لك لما نيجي عند سيكشن معين يبعد اكس مثلا. قال لك والله يا باشمهندس اول حاجه انا محتاج اعرف
هي الكيو اوت دي، الكيو اوت اللي من فوق قيمتها كام؟ قال لك والله بتسمى كيو سمول كده. قال لك والله بتسمى كيو سمول اللي هي الكيو ان ناقص الكيو ايه اوت، بس هقسمها لك على اللينس. فقال لك انا هسمي دي كيو سمول اللي هي كيو لكل متر داش. يعني يا باشمهندس دي هتطلع بالمتر كيوب بير سكند بير متر داش، عامله زي الديستريبيوتد لود اللي في الاستراكشر اللي هو طن بالمتر داش ده بالظبط. قال لك انا هجيب الكيو ان اطرحها من الكيو اوت واقسمها على اللينس كله، اجيب الكيو، الكيو دي لكل متر صح؟ قال لك كل متر ليها كيو، الكيو ثابته. قال لك حلو. قال لك طيب معنى كده لو انت عاوز الكيو عند نقطه معينه الكيو اكس، مش هي هتساوي الكيو ان ناقص الكيو سمول في الاكس؟ لان الكيو سمول دي يا باشمهندس تضربها في ديستانس تتحول لكيو كابيتال صح؟ يبقى انا لو عايز الكيو عند سيكشن معين الاكس، قال لك هيساوي الكيو ان ناقص الكيو سمول في الاكس. دي فيها مشكله؟ لو فيها مشكله بالله عليك تقول، هنعتبر ما فيهاش مشكله. قال لك طيب. قال لك طب لو انت عايز الهيد لوسز عند نقطه اكس، باشمهندس الهيد لوس بيساوي 8 في الاف في الكيو على باي سكوير في الجي في الدي باور 5 الدي اكس. ليه قلت دي اكس مش ال؟ لان انت واخد هنا الدلتا بتاعت الهيد لوسز، فهتاخد الدلتا بتاعت اللينس اللي هي دي اكس. طب تعرف يا باشمهندس تشيل الكيو دي وتحط الحته دي؟ طب تعرف يا باشمهندس تعمل علامه الانتجريشن؟ بس اعملها، بس اعمل علامه الانتجريشن. فيها مشكله؟ طب هنتفق بقى اتفاق. الاتفاق ده بيقول ايه؟ بيقول لك والله انا هسمي سمي اللي الاول ونسمي ده. هنسميه ايه؟ لان ده ثابت، مش ده ثابت معايا؟ هنطلعه بره الايه؟ بره التكامل. وهيتبقى ايه؟ قال لك والله هيتبقى الانتجريشن بتاع، بتعرف تفك ها سكوير؟ بجد والله بتعرف؟ طب والله عليك لا تقول لي. ها الكيو ان ايه؟ سكوير ناقص 2 في الاول في الثاني ناقص ولا زائد؟ على حسب اللي في النص. 2 كيو ان في الكيو في الاكس في الاخر زائد ولا ناقص؟ اخر كلام زائد اكيد، ايا كانت الاشاره دي ايه؟ كيو سكوير اكس سكوير. تعرف تعمل انتجريشن للحته دي؟ ما انا فكيتها ليه؟ عشان نعملها انتجريشن حته حته. يا ساتر يا رب. طيب قال لك ساعتها يا باشمهندس الهيد لوسز، ركز معايا، الهيد لوسز اللي هي الاتش فريكشن عند اي بوينت، بوينت اكس بتساوي الكيو سكوير ان، اعمل انتجريشن فتبقى كيو ان اكس اهي. يبقى انا عندي الكي في الكيو ان في الاكس ناقص 2 كيو ان في الكيو سمول في الاكس، الاكس تبقى اكس سكوير على الاثنين، الاثنين اللي تحت تروح مع الاثنين اللي فوق صح؟ تبقى كيو ان في الكيو في الاكس سكوير صح ولا مش صح؟ زائد كيو سكوير اكس سكوير، تبقى اكس اس 3 على 3 اهي، كيو سكوير في الاكس اس 3 على 3. حدود التكامل من اول صفر لحد ايه؟ ال. يبقى حدود التكامل من اول صفر لحد ال، تعرف تعوض بالال وتعرف تعوض بالصفر؟ الصفر هيفرق معاك في حاجه؟ الصفر مش هيفرق معاك، هيصفر كله. يبقى هيتبقى ال. قال لك طيب ساعتها هيساوي الكي في، ركز بس معايا بالله عليك، الكيو ان في ال ناقص الكيو ان في الكيو في ال سكوير زائد الكيو سكوير في ال كيوب اوفر 3. تعرف تاخد ال عامل مشترك؟ معلش اهي كي في ال في الكيو ان ناقص الكيو ان في الكيو في ال زائد الكيو سكوير في ال سكوير على الثلاثه. ودي الهيد لوسز نتيجه البرفوريتد بايبس. شكرا شكرا. اني واحده عينيا حاضر. ادي سكوير سكوير سكوير. ودي يا باشمهندس معادله الهيد لوسز نتيجه البرفوريتد بايبس. يعني لو انت عندك برفوريتد بايبس في السيستم وعايز تجيب لها الاتش لوسز نتيجه الفريكشن، هتروح تقول 8 في الاف في ال في البتاع؟ هتروح تقول دي صح ولا مش صح؟ طيب ما تيجي دلوقتي نطلع حاجتين. لو الكيو ان قد الكيو اوت والبرفوريتد بايبس دي ما بتطلعش، مسدوده يا عم، ساعتها الكيو بتساوي ايه؟ ده ناقص ده بزيرو على ال بزيرو.
لما تيجي تعوض بالزيرو ادي زيرو وادي زيرو وهيبقى كيو سكوير في ال في الكي مش هيطلع نفس الايكويشن اللي هي بتاعت ليد لوسز العاديه. يبقى انا صح او مش صح؟ يبقى انا صح. طيب لو انت عندك الكيو اللي خارج بيساوي نص اللي داخل، ركز بقى معايا، الكيو اللي خارج بيساوي نص اللي داخل، ساعتها الكيو سمول بتساوي ايه؟ نص على ايه؟ قال لك والله هي بتساوي الكيو ان ناقص نص الكيو ان على ال ال، يعني هتساوي ايه؟ هتساوي نص كيو ان على ال ال. طب ما تيجي ناخد دي ونروح نعوض بيها بالراحه بالراحه. قال لك عوض، ساعتها الاتش فريكشن هيساوي الكيف ال ال ما فيهاش مشكله، في الكيو ان سكوير عادي ناقص الكيو ان هضربها في نص كيو ان على ال في ال ال هوب هوب شكرا، زائد نص سكوير بكام؟ بربع، في الكيو ان سكوير على ال ال سكوير في ال ال سكوير على التلاته، دي هتروح مع دي صح؟ هيبقى ايكويشن فيها كيو ان سكوير في الربع وهنا كيو ان سكوير في النص وهنا كيو ان. ينفع على الاله بس حد يجرب كده؟ واحد ناقص نص زائد ربع، ربع على التلاته زائد ربع على التلاته. ايه يا ابن انجز؟ لا هات لي كام على كام؟ واحد ناقص نص زائد ربع على التلاته. ايوه كام على كام؟ تطلع 7 على 12. 7 على 12، قول لي 7 على 12 اهي، 7 على 12 الهيد لوسز. بص بقى الجمله دي، لا لا لا، هنا في تربيع وهنا ده ده تربيع وهنا ده تربيع، تمام؟ قال لك طيب ركز بس معايا، انا بس انا بقول لك ايه، ان الهيد لوسز نتيجه البرفوريتد بتساوي 7 على 12، الهيد لوسز نتيجه ان البايب سليمه، مش هي سويت الرقم ده مش سوي 7 على 12 في الكيو سكوير؟ طب هو الكيو سكوير في ال في الكي مش هو ده الهيد لوسز نتيجه ان البايب سليمه؟ فبقت بتساوي 7 على 12 اتش فريكشن نتيجه ان الكيو البايب هنا سليمه. انا ليه بقول لك الجمله دي؟ بقول لك ان الهيد لوسز نتيجه البرفوريتد على طول اقل من الهيد لوسز نتيجه البايب العاديه. واحده ام سي كيو مش صح وغلط. دي بتاعت البرفوريتد بيساوي 7 على 12 اتش فريكشن نتيجه السليمه، ده في حاله ان الكيو ان بقى يساوي الكيو اوت سوري بقى يساوي نص الكيو ان. انا رميت حاله واشتغلت عليها. فانا بقول لك انه ايا كان الحاله ايه كده كده الاتش فريكشن هتبقى اقل من الاتش فريكشن لو البايب سليمه. يبقى البرفوريتد بتقلل الهيد لوسز بتاعت البايب. حد فاهم حاجه؟ ماشي صور. ايه؟ مين الاكس؟ يا ولا يا ولا يا ولا يا لعيب اوعى انت ايه قفلت رياضه ولا ايه؟ الاتش فريكشن بتاعت البرفوريتد بايبس كانت بتساوي ايه؟ كي في لا 7 على 12 دي لو هي نص يا ساتر يا رب بتساوي كي في ال ال في الكيو ان سكوير ناقص الكيو ان في الكيو سمول في ال ال زائد الكيو سكوير في ال ال سكوير على التلاته. دي الايكويشن اللي انا عايزك تبقى عارفها. عايز تهمل كل اللي انا قلته اهمله مش فارقه معايا، بس الايكويشن دي تبقى عارفها وتبقى عارف ان الهيد لوسز نتيجه البرفوريتد اقل من الهيد لوسز نتيجه ان البايب سليمه ايا كان بقى اقل بكام. في مشكله لحد دلوقتي في الايكويشن دي اهي؟ تعال نحل بقى مثال. بور الريزرفوار دوت بيغذي بايب لاين، بيغذيها عند ليفل 15 متر اوف ووتر في الريزرفوار. يعني انا عندي هنا الهيد بتاعي ب 15، قال لك البايب لاين بتاعتك اللي بتغذي السيستم اللينس بتاعته 300 متر والديامتر بتاعها ب 20 سم، قال لك ويتش برانشز انتو تو بايبس. ركز بقى معايا، يعني ايه كلمه برانشز؟ يعني اتفرعت تو بايبس، اتفرعت حتتين. قال لك البايب الاولانيه 150 متر وديامتر ب 15، البايب الثانيه هي بايب بيرفوريتد دخل لها كيو 2 طلع منها كيو 2 على 2. الله ينور عليك يا راجل، ده فهم اللي انا بتكلم فيه. قال لك والله ساعتها من بص انا مغمى عيني، دي بتساوي 7 على 12 الهيد لوسز لو هي سليمه.
قال لك طيب اللينس بتاعها بكام؟ قال لك والله الاف بتاعتنا، الاف بتاعتنا في كل البايبس بتساوي 0.03. وبيقول لك ان اللينس هنا ب 150 واللينس هنا برضو 150 والديامتر هنا برضو ب 15 سنتي سيمتريك. الله ينور عليك. قال لك انا عاوز الديستشارج، عاوز الديستشارج التوتال الكيو توتال هنا. قول لي بقى يا باشا اعمل ايه؟ انا عايز كده دماغك تبقى مفتحه وتقول لي انا دلوقتي لو جالي مثال زي ده اعمل ايه عشان اجيب الكيو بتاعتي؟ اطبق برنولي. حلو قوي. يبقى اول خطوه ان انت تطبق برنولي. تاني خطوه تحدد النقطتين اللي هتطبق فيهم برنولي. انهي نقطتين؟ بص يا باشمهندس انا هطبق برنولي بتوين بوينت نود وبتوين بوينت واحد، وهطبق برنولي بتوين بوينت نود وبتوين بوينت اتنين. هل ينفع اطبق برنولي بتوين بوينت واحد وبوينت اتنين؟ ليه؟ عشان مش نفس الستريم لاين. سبحان الله انت بقيت شاطر وعارف يعني ايه كلمه ستريم لاين. طب حلو قوي. قال لك طيب واحد اتنين معايا تو ايكويشنز، هنا انا عندي كم مجهول؟ قال لك والله انت عندك كيو واحد وكيو اتنين وكيو توتال، ثلاث مجاهيل، محتاج معادله كمان. اللي هي بتاعت الكونتينيوتي، كيو توتال بتساوي كيو واحد زي كيو اتنين، ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، خلصت المساله. بس قبل ما تخش على المساله اعرف انت هتمشي ازاي. يلا بينا. قال لك والله انا هعمل دلوقتي برنولي ايكويشن بتوين بوينت نود وبتوين بوينت واحد. ماشي. قال لك بتوين بوينت نود فيها ايه؟ 15. صح؟ طيب نقطة، بص بقى ركز معايا. الستريم لاين اللي هيطلع من التانك ويروح لبوينت واحد هياخد الاتش فريكشن دي والاتش فريكشن دي بس، صح كده؟ طيب يلا بينا، عندنا 2 اتش فريكشن. قول لي بقى دلوقتي انا هطبق برنولي بتوين بوينت نود وبوينت واحد دي طالع منها ميه. يعني البريشر عندها بكام؟ بزيرو. عندها فيلوستي؟ اكيد عندها فيلوستي. يبقى انا عندي دلوقتي فيلوستي واحد سكوير على ال 2 جي، والزد بزيرو والبريشر بزيرو، زائد الهيدروسيس الاولانيه بتساوي ايه؟ قال لك والله 8 في الاف في ال في الكيو توتال سكوير على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5، الدي ب 0.2 باور 5 زائد. كمل. هعمل ايه؟ زائد ايه؟ 8 في الاف في ال في الكيو 1 سكوير على الباي سكوير في الجي في ال 0.15 اس 5. اللينس هنا بكام؟ 300. اللينس هنا بكام؟ 150. الاف ثابته ولا مش ثابته؟ قال لك ثابته. ساعتها يا باشمهندس انت عندك ايكويشن فيها كيو وكيو واحد، طب تعرف تغير الفيلوستي لكيو واحد؟ يعني ممكن دلوقتي تقول والله كيو واحد سكوير على الاريا واحد سكوير في 2 جي زائد كل الكلام ده بيساوي 15، وبروزها واقول ان دي رقم كام؟ واحد. برنولي تاني. يلا احنا فاضيين بقى ما بين نقطه زيرو وما بين نقطه 2. قال لك والله ال 15 ثابته بتساوي الفلوستي واحد نشيلها ونحط كيو 2 سكوير على اريا 2 سكوير في 2 جي. احط بقى كيو 2 ولا كيو 2 على الاثنين؟ لان انت بتطبق برنولي بتوين بوينت نود وبوينت 2 اللي طلع منها الميه، يبقى ما تنساش ان دي يا باشا هي في 4 هنا اللي هي 2 سكوير. ماشي. زائد الهيد لوسز الاولانيه ثابته وهي هي اهي 8 في الاف في ال 300 في الكيو سكوير. اها ها هي هي هي. ايوه الله ينور عليك. زائد قال لك 7 على 12. عارفين جت منين 7 على 12؟ ثابتينها من شويه. في كام بقى؟ نفس البتاعة دي هي هي؟ هنا احنا لاعبين انها سليمة. باشا كأنك مش شايف ان في بتاعة بتطلع، وتعالى نطبق هنا الاتش فريكشن لو هي سليمة. اهو 8 في الاف في ال في انهي كيو؟ كيو 2 بقى لانها سليمة على الباي سكوير في الجي في الديامتر بتاعها اس 5. فبقى عندك ايكويشن بتوين كيو 2 وكيو عاديه. هو التيرم ده كله بيساوي اصلا التيرم اللي فوق اللي هو 8 ده؟ لا اللي جنبه. اللي جنبه؟ بيساوي ده؟ بس كيو 1 وكيو 2. لا انا بتكلم ده كله 7 على 12 8 اف ال كيو 2 سكوير. ايوه. بيساوي 8 اف ال كيو 1 سكوير. امبارل صح؟ هو دي امبارل؟ لا معلش.
في الكهربية يا جماعة كنت بتقول امبرل في الكهربية مش عارف في الثانوية أو في سنة إعدادي، لازم تبدأ من نود وتوصل عند نفس النود، صح أو مش صح؟ فما تقوليش دي امبرل، لا يا باشا دي اتفرعت بس. حد فهم النقطة اللي هو اتكلم فيها؟ قال لك والله عارف لو كانت وصلت تاني كده فساعتها هقول امبرل، لأنها بدأت من نقطة ونهت عند نقطة. شوية أسئلة زي الفل، حلوة جدا. طيب باشمهندس، وساعتها اقول بقى ان انا عندي الكيو بتساوي الكيو 1 زائد الكيو 2، وساعتها يا باشمهندس عندك 3 ايكويشنز في 3 مجاهيل ربنا معاك فيهم، تجيب الكيو 1 وتجيب الكيو 2 وتجيب الكيو 3، هتلاقي ان الكيو بتساوي 0.068، والكيو 1 بتساوي 0.029، والكيو 2 بتساوي 0.039. وبعد ما تجيب الارقام دي تتاكد والله ان الكيوب دي اكبر من الاثنين دول، ومجموع الاثنين دول زي ده. في مشكله يا جماعه في المساله دي؟ المساله دي الفكره كلها في البرفوريتد بايبس بس، الباقي كله انت فاهمه، وحته البرل دي حلوه تخلي بالك منها. يعني ما كانتش 7/12؟ لو كانت الكيو اللي طالعه التلت مثلا، ساعتها هتقول والله ان الكيو سمول بتساوي الكيو ان ناقص الكيو ان على الثلاثه على ال، وتروح معوض في الايكويشن دي. يبقى دي المعادله الجينيريك، المعادله الجنرال بتاعتي. مش انا، لا ما لسه ما نزلتش، لا لسه ما نزلتش. ركز بقى معايا في المساله دي بالله عليك. هنا بيقول لك بقى انا ايه الفكره بتاعتها؟ بيقول لك والله انا عندي ثلاثه تانك. تانك وتانك وتانك. قال لك والله الاليفيشن بتاع تانك ايه هو اكبر اليفيشن فوق خالص في الدور الرابع. والاليفيشن بتاع تانك بي مثلا في الدور الثاني، والاليفيشن بتاع تانك سي في البدروم مثلا. وقال لك والله احنا عايزين ننقل كيوهات بتوين التلاته تانكس دول. طيب انت متفق معايا ان اي تانك فوق هينزل منه ميه، واي تانك تحت هيروح له ميه. يعني انت متفق معايا ان الكيو بتاعتك الاولانيه هتبقى كده، دي كيو واحد، والكيو الثالثه هتبقى كده كيو ثلاثه. صح ومش صح؟ ده اتفاق ومحدش معترض عليه. الفكره كلها في نقطه بي، التانك بي. قال لك في تانك بي يا باشمهندس انت عندك ثلاث حالات، ان الهيد يبقى كبير جدا فيضخ ميه يديها لتانك بي، او الهيد ده يبقى صغير فياخد ميه ويوديها لسي، او الهيد ده يوديني كيو قد الكيو دي للتانك سي. بالراحة. يعني أنا عندي يا باشمهندس دلوقتي الكيو 2 يا إما كده يا إما كده يا إما كده، دي كيو 2. قال لك والله اللي يحدد دوت هو التوتال انرجي عند نقطة جي، الجنكشن بتاعتي. قال لك والله يا باشمهندس ركز معايا، هو لو التوتال انرجي عند نقطة جي أكبر من التوتال انرجي عند نقطة بي، ساعتها الفلو هيتحرك من إيه لفين؟ من جي لبي. طب لو أقل؟ من بي لجي. طب لو بيساوي بعض هيبقى الفلو ساكت. يبقى انت حددت دلوقتي انهي كيس بناء على نقطه جي عندها انرجي قد ايه. طيب باشمهندس انا عندي دلوقتي كيس 1 اهي، وعندي كيس 2، وعندي كيس 3. قال لك والله يا باشمهندس عندي كيس 1 هبدا اقول ان والله الكيو طلع داخله من هنا كده كيو 1، وهنا كده كيو 3، وهنا كده كيو 2، ده فرض. ساعتها يا باشمهندس لو جينا طبقنا برنولي بتوين بوينت A وبتوين بوينت J، ايه اللي هيحصل؟ لو طبقنا برنولي، بالراحه بس معايا يا جماعه بالله عليكم ما تقعش مني، برنولي ايكويشن بتوين بوينت A وبتوين بوينت J اللي هي الجنكشن، عند بوينت ايه يا باشمهندس؟ عندك ايه؟ زد ايه؟ هل عندك حاجة تاني؟ قال لك لا، قال لك بيساوي. عند بوينت جي عندك ايه؟ عندك ايه تاني؟ عندك بريشر وعندك وسرعة وعندك زد. قال لك طيب. قال لك والله يا باشمهندس احنا هأول أسامبشن بتاعنا ان احنا هنجلكت الفيلوستي هيد. هنجلكت ايه؟ الفيلوستي هيد، يعني مفيش فيلوستي عندي هتخش في الموضوع. تاني حاجة يا باشمهندس هنعمل عمود مية
عند نقطة جي كده. وعند نقطة جي في أول حالة، في أول حالة عمود المية هيبقى أكبر من نقطة بي ولا أقل؟ أكبر ولا أقل؟ تبص على الكيو، الكيو واحد من هنا هنا يبقى لازم يبقى أكبر، فقال لك بقى أكبر بقى هنا مثلا. هسمي عمود المية ده بي، هسميه بي. فساعتها يا باشمهندس زد ايه بتساوي بي اللي هي عمود المية اللي هي بتترجم لبي على جاما، ها؟ زائد ايه؟ قال لك زائد كي في كيو واحد سكوير. قال لك زائد ايه؟ قال لك زائد كي في كيو واحد سكوير. ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ الكي ده عرف، عرف عندنا ان الكي هي بتساوي التمانية في الاف في ال على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5. مش كل الكلام ده بيتضرب في الكيو سكوير يبقى الهيد لوسز. قال لك هسمي دي كي واحطها هنا. فساعتها يا باشمهندس الكيو واحد بتساوي ايه؟ هتساوي جذر الزد ايه ناقص البي على الكي. فيها مشكله؟ طب لو طبقنا برنولي بتوين بوينت جي وبوينت بي، بوينت جي وبوينت بي، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي بي بتساوي زد بي زائد كي في كيو 2 سكوير. وساعتها كيو 2 بتساوي ايه؟ جذر البي ناقص الزد بي على الكي. طب لو طبقت برنولي بتوين بوينت جي وبوينت سي هيبقى ايه؟ البي بتساوي زد سي زائد الكي في الكيو 3 سكوير. وساعتها الكيو 3 يا باشمهندس هتساوي جذر البي ناقص الزد سي على الكي. باشمهندس ما تنبهرش من الرموز، هنشوف دلوقتي ارقامه بالراحه، ما تقلقش من حاجه. المهم انت فاهم ان انا حقي اطبق برنولي من النقطه دي للنقطه دي ومن النقطه دي للنقطه دي ومن النقطه دي للنقطه دي، لان الستريم لاين موجود في الثلاثه. طيب في كيس 2، قال لك في كيس 2 يا باشمهندس ساعتها انا عندي نقطه جي وعندي هنا كيو اي وعندي هنا كيو 3 وعندك كيو 2 داخله عليا كده، دي كيو 2. هل ما بين نقطه A ونقطه G هتتغير في حاجه؟ لو طبقت برنولي بتوين بوينت A وبوينت G هتتغير؟ طب بوينت G لبوينت C هتتغير؟ الفكره كلها في الراجل الطيب ده، صح؟ قال لك طيب ساعتها يا باشمهندس الكيو 1 كده كده يا باشمهندس بتساوي جذر الزد A ناقص البي على الكي. طيب والكيو 3 بتساوي جذر اهي البي ناقص الزد سي على الكي. طب الكيو 2 بقى، قال لك والله انت هتطبق برنولي بتوين بوينت جي وبوينت بي ولا بوينت بي وبوينت جي؟ بوينت بي الاول، صح؟ فهتبقى زد بي بتساوي البي زائد الكي في الكيو سكوير. الزد بي هي اللي بتساوي البي زائد الكي في الكيو 2 سكوير. فساعتها الكيو 2 هتساوي جذر الزد بي ناقص البي على الكي. والله ما تنبهر بحاجه، كل الكلام دوت ممكن نرميه دلوقتي بعد ما احل المثال، ما تقلقش. طب الكيس 3، قال لك والله الكيس 3 كيو اي الكيو 1 كيو 3 وهنا بزيرو. ساعتها يا باشمهندس الكيو 1 بتساوي ايه؟ بتساوي كيو 3. والكيو 1 بتساوي عندي ايه؟ بتساوي جذر، بص هنا، زد ايه ناقص البي على الكي بس. في مشكله في ده؟ طب هل انت تقدر تحدد انت في انهي كيس؟ لو هو جه سالك سؤال، لو رسم لك عمود المايه ده يا باشمهندس، لو رسم لك عمود المايه ده ممكن يجي لك ام سي كيو، لان هو بيحب يلعب في دي قوي. قال لك والله عمود المايه ده هنا، ساعتها الفلو هيتحرك من جي لبي ولا من بي لجي ولا مفيش فلو؟ من بي لجي. طب عمود المايه هنا عند نقطه بي يبقى مفيش. طب اكتر شويه، طب اكتر من ايه؟ يبقى ساعتها في بامب بتضخ في نقطه جي تودي البي تودي الاي تودي السي. فهمت الفكره؟ تمام. يبقى الفكره كلها في الهيد بتاعك قد ايه؟ في صياعه في الموضوع؟ اه طبعا في صياعه. المهم تبقى فاهم الفكره عامله ازاي. في بامب، في بامب.
جاي من بامب، جاي من ترعه، واخدها من بامب وبتاع. اه اكيد واخد من بامب، بياخد من حاجه تانية. طيب قال لك طيب يا باشمهندس برضو يعني اعمل ايه؟ قال لك والله انت بتحب الكلمه دي قوي، قال لك بحب كلمه ستيبس اوف سوليوشن. اه الله على الجمال. بس كده يا باشمهندس نرمي بقى كل اللي انت قلته ده وقول لي اعمل ايه. قال لك والله اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم، انا هاسيوم ده الكلام ده لو هو ما قاليش في انهي حاله. قال لك انا هاسيوم كسري اللي هي بزيرو، واروح اطبق برنولي، وهجيب كيو واحد وهجيب كيو ثلاثة. طب لو كيو واحد بتساوي كيو ثلاثة ساعتها ايه؟ ساعتها بقى كيس ثلاثة صح. لو كيو واحد اكبر من كيو ثلاثة ساعتها يبقى الفلو رايح لبي ولا جاي من بي؟ رايح لبي، يبقى كيس مين؟ كيس واحد. طب لو الكيو ثلاثة، لو الكيو واحد سوري اصغر من الكيو 3 ساعتها يبقى لازم في فلو جاي من بي ازوده على الكيو 1 عشان يبقى كيو 3 اكبر صح. تبقى دي كيس مين؟ كيس 2. بناء على الكيس، بناء على البرنولي، بناء على الهيد لوسز، بناء على الشغل اللي انت بتعمله كله. صور عشان نحل مثال المحاضره اللي ما كانش فيه زيه في الشيت. صور اخلص المساله دي وناخد البريك، بعد كده اجي افتح نفسك كده بالاكزامبل 11 في 3 تانك بروبلم، بعد كده نكمل. ماشي يلا بينا، يلا بينا. بص يا باشا هنا بقى في المثال ده ايه بيقول لك؟ ايه ده؟ مثال المحاضره، مثال المحاضره بيقول لك الاتي. بيقول لك انا عندي 3 تانكس، التانك ده عند الاليفيشن 275 180 150، وعندي نقطه الجانكشن انا ما اعرفش فيها البريشر هيد بكام. هو طالب البريشر هيد عند الجانكشن، هو طالب مين؟ البريشر هيد. فانا لازم يا باشمهندس اقسيوم حاجه واعرف منها حاجه، فهاسيوم ايه؟ قال لك والله انا هاسيوم دلوقتي الكيس 3 اللي هي فيها ان الكيو 2 بتساوي 0، وانت فوق هنا تجيب لي والله هات لي الكي 1 وهات لي الكي 2 وهات لي الكي 3. مش الكي يا باشمهندس بتساوي 8 في الاف في الال على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5، هو مديك ان الاف كلها ب 0.4 ومديك ال ودي لكل حته. تعرف تجيب الكي 1 والكي 2 والكي 3؟ اه تعرف تجيبهم. لما تيجي تجيبهم هيساوي 2 1 2، هنا كي 1 بتساوي 2 1 7 8 4، الكي 2 بتساوي 9 8 2 1 9، كي 3 بتساوي 3 4 8 5 4 2. قال لك حلو. طيب انا كده جبت الكيهات عشان اسهل معايا بس الدنيا. قال لك طب يلا تعال مع بعض نبدا نشتغل. انا دلوقتي لو عملت اسامبشن للكيس الثالثه ساعتها الكيو 2 بتساوي ايه؟ زيرو. وساعتها بقى لو انا عايز اجيب، لو انا عاوز اجيب الكيو واحد اعمل ايه؟ برنولي بتوين بوينت ايه وبتوين بوينت الجانكشن. بوينت الجانكشن ساعتها البي بتاعتها بكام؟ ما اعرفش. لا تعرف لان انت فارض، فاكيد البي بتاعتها قد البي بتاعت البي صح. فساعتها البي بتساوي 180، فساعتها زد ايه بتساوي البي زائد الكي واحد في الكيو 1 سكوير. حد متفق على الكلام ده؟ تعرف من ساعتها تجيب الكيو 1؟ قال لك اه هي جذر ده 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 هتطلع ب 0.064 متر كيوب بير سكند. نفس البرنولي ما بين جي وما بين سي، ما تروحش تقول والله كيو 1 بكذا فاكيد الكيو 3 هتساوي كذا، انت كده ما عملتش حاجه صح؟ لا هتجيب الكيو 3 هتقول والله ان البي بتساوي الزد سي زائد الكي 3 في الكيو 3 سكوير، صح ولا مش صح؟ الزد سي بكام؟ ب 150 وهنا ب 180، روح هات الكيو 3 لما تيجي تجيبها هتطلع ب 0.0093 متر كيوب بير سكند. ساعتها انت في انهي حاله؟ اللي هي بتاعت ايه؟ الكيو 1 يا باشمهندس ساعتها اكبر من الكيو 3. ساعتها يا باشمهندس السيستم بتاعك ماشي كده، اه كيو 1 جاي كده، الكيو 2 هنا والكيو 3 كده. متفق على الكلام ده؟ كانك مش شايف الارقام دي. الارقام دي عشان اعرف منها الكيس. ساعتها انا في كيس واحد بقى. ابدا بقى من الاول، انا كده انا عرفت انا فين. قال لك والله ما دام انا في كيس واحد، ما دام انا في كيس واحد فساعتها البي بتاعتك بتساوي كام؟ هي اكبر من 180 اقل من 275، يبقى انت عرفت ان الرينج بتاعك من 180 لحد 275 متر صح؟ خليها في دماغك. طب يلا بقى. تعرف تجيب دلوقتي الكيو واحد؟
ايه الصمت ده يا ساتر باشمهندس؟ الزد ايه بتساوي البي زائد الكي واحد في الكيو واحد سكوير. هنا انت عندك الزد ايه، عندك الكي، عندك البي، لا عندك الكيو واحد، لا. فساعتها يا باشا احلى جدول يقول لك والله انا هجيب البي وبعد كده اجيب الكيو واحد وبعد كده اجيب الكيو اتنين وبعد كده اجيب الكيو تلاتة وبعد كده اجيب الدلتا ايرور. ايه الكلام ده؟ بالراحه 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 والنبي بالله عليك يا اخي بالراحه. باشمهندس انا هفرض البي، هفرضها بكام؟ من 180 ل 275 اضرب رقم في النص صح؟ قال لك اعملها مثلا، تعال نعملها زي الارقام 230 اهي حلوه اهي. لما جيت عملت 230 وجيت عملت برنولي جبت الكيو 1 ب 0.04285 تجيب الكيو 2 تعرف تجيبها 0.02256 الكيو 3 0.04813 الايرور بقى بتاعك ايه؟ المفروض ان كيو 1 ناقص كيو 2 ناقص كيو 3 يساوي 0. كيو 1 ناقص كيو 2 وكيو 3 بيساوي 0 لان كيو 1 بتساوي كيو 2 زائد كيو 3. فلما تيجي تجيب الايرور ده هيطلع بسالب 0.0278 مش بصفر. مش بايه؟ مش بصفر. قال لك طيب ساعتها هات لي رقم تاني للبي، قال لك ما تيجي مثلا نعمل البي ب 210 ونجيب الكيو 1 ب 0.0525 و 0.0175 و 0.0067 لما تيجي تجيب الايرور طلع بسالب 0.00667 تاني ب 200 مثلا وتيجي تجيب 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 وتطلع الايرور قال لك هيطلع بيساوي 0.00437 نتيجه تغير من السالب للموجب يبقى كده انت عديت على الزيرو. ايه؟ يبقى هي ما بين 200 و210 اقرب لمين؟ اقرب لل 200 لان 0.004 0.006 فاكيد اقرب لل 200. بكام بقى؟ قال لك بكام دي موضوع نسبي شويه. قال لك والله لو انت عاوز تقول ان البريشر مثلا نسبه وتناسب، يعني مثلا ايه نسبه وتناسب؟ يعني تحط هنا زيرو وتحط هنا بي وتقول والله 210 ناقص البي على بيساوي البي ناقص ال 200 على تك 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 وتجيب البي. انت ما فهمتش التك تك تك دي؟ انا اسف هي مش مقص، هي انتربوليشن. انتربوليشن ما بين قيمتين، عندي 210 ناقص البي سمعتها قبل كده صح؟ على الرقم ده ناقص الزيرو بيساوي البي ناقص ال 200 على الزيرو ناقص 0.00437 ومن هنا تجيب البي وليكن برقم. ده اول حاجه. وهنا انت قلت ان الريليشن بتوين البي وبتوين الكيو هي لينير عشان كده جبت لها انتربوليشن. قال لك يا باشا هي مش لينير. طبعا الكلام ده انا بقوله لك بس كده لان هو مش هيجي مثلا هو ام سي كيو، بس انا بقول لك المفروض يحصل ايه. قال لك والله المفروض تعمل هنا الدلتا اتش او الدلتا كيو بتاعتك دي المفروض تساوي زيرو وانت عند هنا البي وتقول والله عند البي ب 230 انت جبت الدلتا اتش بسالب بسالب حاجه مثلا هنا وجبت دي مثلا هنا وجبت دي هنا هتروح ترسم كده وتقول والله هي القيمه دي. ده المفروض يحصل. طبعا انت مالكش دعوه بالكلام ده كله يعني باشا، اعمل انتربريشن هات البي اللي هي تقريبا يعني هو برضه لو جه في الام سي كيو ولا حاجه مش هيجيب لك مش هيحط لك مثلا 203 و204 و205 مش الدرجه دي يعني. هو ممكن اصلا يسالك يقول لك هي البي مثلا الرينج بتاعها كام؟ فانت تبقى عارف مثلا انها 180 275 ويبقى خلص السؤال بس. خش خش صور يا باشا. حد فهم الاكزامبل بتاع الليكتشر؟ هنحل بقى دلوقتي يعني بعد البريك هنحل اكزامبل 11. هو اصلا هيقول لك الكيو رايحه منين لفين؟ هيقول لك من الجي للبي. فانا عرفت هو محدد اصلا. طيب وبكده يا باشمهندس نكون خلصنا لحد الجزء بتاع 3 تانك بروبلم. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا مساله في 3 تانك بروبلم هنحلها وناقص لنا الهارد كروس بتاعت هارد كروس. ايه حوار الهارد كروس ده؟ وناقص لنا البامب والتوربينا بيحصل ايه؟ انت هتبقى عارفها دي سهله جدا. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ نقفل بقى.